قالت مصر إنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وذلك بعد تأجيل المراجعة الأولى مرارا وسط تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الصندوق. ووافق صندوق النقد في ديسمبر الماضي على قرض قيمته 3 مليارات دولار، ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي عدة نقاط، أبرزها تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية بالبلاد واستعادة الاحتياطات الوقائية الخارجية، كما يهدف إلى تنفيذ سياسة نقدية تمكن من تقليص معدلات التضخم تدريجيا، مع السعي إلى تسهيل تحقيق نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص بالبلاد. بينضم إلينا من القاهرة حسام عيد الخبير الاقتصادي. أهلا بك معي أستاذ حسام. ويمكن السؤال الأول، إيه هي الأسباب وراء قرار دمج المراجعتين الأولى والثانية لصندوق النقد؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. طبعا بعد قرار تاجيل المفاوضات ودمج المرحله الاولى من هذه المفاوضات مع المرحله الثانيه المزمع عقدها في الشهر الجاري الى قبل نهايه العام الجاري، اعتقد ان دي كانت خطوه لاعطاء الحكومه المصريه فرصه او مزيدا من الوقت للمزيد من الاصلاح الاقتصادي ومن التوسع في برنامج الطروحات الحكوميه الذي يعني كان من ضمن الادوات التي او من ضمن الشروط التي يعني فرضها صندوق النقد الدولي ليكون مصدر للعمله الصعبه في ظل ندره العمله الصعبه خلال الفتره الراهنه ومنذ بدايه الازمه الجيوسياسيه مطلع العام الماضي. اعتقد هذه الخطوه كانت في صالح الحكومه المصريه للمزيد من الاجراءات او الخطوات الهامة جدا نحو الإصلاح الاقتصادي أو تنفيذ برنامج الطروحات طب الحكومية يا أو حسام، مزيدا من الاستقرار الذي تحتاجنا العام القادم. اقتصاديا ايه تأثير وتكلفة ايضا ايه تأثير وتكلفة ايضا دمج المراجعتين وتأجيل المراجعة الأولى اللي كان المفروض ان هي تكون في مارس تم تأجيلها الى يوليو، من يوليو تم تأجيلها الى سبتمبر، والآن يتم تأجيلها مرة اخرى والله اعلم هتتعمل امتى؟ ايه تأثير وتكلفة ده على اقتصاد مصر؟ هو التأجيل طبعا ليس في صالح الاقتصاد المصري بصفة عامة، لأن هذه الخطوات أو تنفيذ شروط الإصلاح الاقتصادي أو شروط صندوق النقد الدولي هي واضحة وصريحة، هي مزيدا من المرونة في سعر الصرف الجنيه المصري مقابل العملات، وأيضا ده هيساهم على الحفاظ في الاقتصاد في استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الاحتياطات الوقائية وتحقيق نمو مستدام، وأيضا سياسة تهدف إلى تخفيض معدلات الفائدة تدريجيا مع التماشي مع أهداف البنك المركزي. ولكن يعني إحنا شاهدنا في ارتفاعات في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة وتسجيل أعلى معدل ليه منذ 2017 وسجل مستوى 40%، أعتقد إن ده بيؤثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد الكلي المصري بصفة عامة. وأعتقد إن تأجيل المراجعة أعتقد إن ده هيضر بيه الاقتصاد المصري. اعتقد ان احنا تحتاج الحكومه المصريه الى التنفيذ الامثل والسريع لشروط برنامج صندوق النقد الدولي هو والمراجعه في الثانيه. عجالة كده يا حسام عشان السادة المشاهدين يكونوا معانا في الصورة، ايه الملفات او شروط صندوق النقد اللي الحكومة لم تلتزم بيها حتى الآن وهي السبب وراء تأجيل المراجعات بهذا الشكل؟ يعني من هذه الشروط هي استخدام سعر صرف مرن، قاعدة سعر صرف مرن للجنيه المصري مقابل العملات، وده اللي أجلته الحكومة المصرية حتى آخر العام الجاري، وأيضا استخدام بعض الإجراءات للسياسة النقدية لتخفيض معدلات التضخم وعدم الاستمرار في سياسة نقدية انكماشية أكثر تشددية، ودي اللي دفعت أغلب المصانع أو رؤوس الأموال نحو الاتجاه إلى الأوعية الادخارية ذات
العائد الخالي من المخاطر المرتفعه وادى الى ركود بعض القطاعات الاقتصاديه. اعتقد ان احنا نحتاج او الحكومه المصريه تحتاج الى مزيد من الاجراءات المرنه بالنسبه للسياسه النقديه لضمان انخفاض معدلات التضخم، وده عن طريق دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه او طب الاتجاه حسام، نحو خليني انقل لك جدل موجود على مواقع التواصل الاجتماعي. المواقع التواصل الاجتماعي شايفين ان القرارات دي قرارات مش اقتصادية، هي قرارات سياسية، وانها قرارات مرتبطة بالانتخابات الرئاسية اللي المفروض ان هي تجرى على نهاية هذا العام، وبتأجيل التعويم والى اخره. هل بتتفق مع الرأي ده؟ اه طبعا اتفق، وده اتفق مع هذا الراي، وده اللي كان اعلن في اخر في وقت قريب جدا، عدم وجود يعني تعويم اخر للجنيه المصري مقابل العملات في مؤتمر يعني شاهده جميع المصريين. اعتقد ان ده هيكلف الموازنه العامه للدوله، دعم الجنيه مقابل العملات الاجنبيه هيكلفها يعني اموال طائله، واعتقد ان هيكون ليه اثر سلبي على اداء الموازنه العامه خلال العام المالي 2023 2024. اعتقد ان احنا بحاجه الى سرعه استخدام سعر صرف مرن، ده هيكون ليه مردود ايجابي ويترتب عليه مزيدا من رؤوس الاموال المستثمره الاجنبيه التي سوف تدفع الناتج القومي الاجمالي الى الزياده. واعتقد ايضا هناك تنفيذ وثيقه سياسه ملكيه الدوله، ده امر هام جدا لزياده الذي يهدف زياده مساهمه القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لتصل نسبه مساهمته الى 60% على مدار ال3 سنوات. اعتقد ان احنا بحاجه الى التحرك السريع، او مصر الاقتصاد المصري بصفه عامه يحتاج الى الاتجاه نحو تنفيذ وثيقه سياسه ملكيه نعم الدوله لزياده مساهمه القطاع الخاص في الناتج القومي الاجمالي، وده اللي هيترتب عليه مزيدا من الاستقرار المالي بالموازنه العامه للدوله، وايضا انخفاض نسبه الدين الخارجي للناتج القومي الاجمالي بعد التنفيذ او بعد الوصول الى المستهدف من وثيقه سياسه ملكيه الدوله، وهي زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص. واعتقد ان احنا بنشوف يعني هذا التأجيل من وجهة نظر الاقتصاديين ان بنشوفه ان هو ضار او بيؤدي الى مزيدا من الاعباء على الاقتصاد المصري، وايضا الاعباء على الموازنة العامة للدولة وعلى الحكومة نعم، المصرية سرعة وصلت وجهة بدء. نظرك يا حسام. بشكرك حسام عيد الخبير الاقتصادي، كنت معنا من القاهرة.